سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بجد، بشكركم جدا جدا على كل كلامكم اللي انتوا تكتبوه لي في الفيديوهات السابقه. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي. عايزه اقول لك بقى، ابداي يومك كده بالصلاه على النبي، وابداي يومك كده شغلي القران وافتحي الشبابيك كده وخلي الهواء يدخل البيت. عايزه اقول لكم يعني ابسط حاجه ممكن تعمليها في شقتك هتحبي شقتك جدا، القران، البخور، اقعدي استغفري كتير. ابدأي يومك كده اشربي حاجه انت بتحبيها، قهوه، نسكافيه، كابتشينو، شوفي انت عايزه ايه واعمليه. لازم تخصصي وقت لنفسك. لا يا ساره ما عنديش وقت، كل الوقت للولاد. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده ابدا. لو انت منظمه يومك هيبقى في وقت لنفسك، وقت لبيتك، وقت لكل حاجه في حياتك، مش هتأثري خالص في اي حاجه. عايزه اقولك بقى، يعني انا صحيت بدري الحمد لله، نزلت البنات بقى كده على المدرسه، وبابا جه اخد سيله، وبعد كده عملت كده النسكافيه كده. عايزه اقعد كده اشرب نسكافيه بعد طبعا ما صليت وقلت الورد بتاعي. بصي بقى الدنيا كمان هاديه، مش فاتحه انوار ولا اي حاجه، يعني الريسبشن عندي مش متبهدل قوي. طبعا هنظبطه مع بعض، وهفرش كمان المفارش طبعا على الركن عشان اقدر احافظ عليها اكبر وقت ممكن. بصي النور هادي كده، اقعدي مع نفسك كده فكري هتعملي ايه النهارده، اكتبي في النوت بتاعتك انا عندي كذا وكذا وكذا، عشان ما تحسيش ان اليوم هيضيع منك من غير ما تعملي اي حاجه فيه. لا طبعا لازم يعني استفيدي بكل وقت انت عايشه فيه. اقراي، اقعدي كده اعملي تصفح على النت لو انت بتدوري على حاجه. الحاجات دي كتير بتفيدنا يا جماعه، والله بجد القرايه دي مفيده جدا جدا. طبعا انا خلصت النسكافيه بتاعي. لازم طبعا تغسلي اي حاجه بتستخدميها اول باول طول ما انت واقفه في البيت، عشان تحسي ان الدنيا عندك الحمد لله افضل، والمواعين يا جماعه بتتكاثر انتوا عارفين بقى. عايزه بقى النهارده اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو بقى ايه؟ هو يعني لازم في الدنيا دي تبعدي عن شخصيات كده، لازم تبعدي عنهم. لازم لو شفتيهم في اي مكان، ما يعني مفيش كلام بينك وبينهم، مفيش اختلاط، مفيش اي حاجة، مفيش معاملة، مفيش اي حاجة خالص، عشان تريحي انت نفسك. انت في الشغل، لو انت في الجامعة، لو انت في بيت عيلة، لو انت بتتعاملي مع ناس، لو انت من النوع اللي بتنزلي الشارع في اختلاط بينك وبين الجيران، بتقفي مع حد، عايزة اقولك على كام حاجة كده عشان يعني تعيشي كده مرتاحة. الشخصيات دي اجري منهم، ما تتعامليش معاهم خالص خالص خالص. اللي هو ايه بقى؟ اول ما انت تشوفي واحدة تقولك ايه ده، انا جوزي مش لاقي شغل، ده انا ابني تعبان، يا نهار ابيض، ده انا بنتي امبارح معرفش حصل لها ايه. عارفين انتوا كل ما تيجي تقابلي واحدة كثيرة الشكوى، ايه ده انت كل شوية تشتكي، لو بتغذي العين ولا ايه، مش فاهماكي. يعني اي حد من النوع ده ابعدي عنها فورا، عارفين دي هتوصل لك انت طاقة سلبية وحشة جدا. فاختصار يعني انت بعدي عن الايه، كثير الشكوى دي، اللي هو على طول على طول مش لاقيه، على طول معرفش ايه، على طول تعبانه، على طول على طول على طول على طول. لا،
وتاني واحدة بقى هي ايه بقى اللي بتستكتر عليكي عيشتك، يعني شايفاكي سعيدة ومبسوطة. هنا طبعا انا خلصت نشرت، وبعد طبعا ما صليت وقلت الورد بتاعي وكل حاجة ومشيت البنات على المدرسة والحضانة، قلت كده الاذكار. طبعا لازم تشغلي الاذكار، وكمان لو انت عندك اطفال لسه ما بيروحوش الحضانة، طول ما الاطفال سامعين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله هيسمعوا وهيرددوا وهيحفظوا اي حاجة منها طبعا. فاللي بتشوفك كده وتفضل بقى ايه ده انت مبسوطة على ايه، ده جوزك كل شوية بيزعق معاكي، ايه ده انت مبسوطة من ايه، ده في غيرك عايش في مكان احسن. عارفين بقى الناس دي مش بتحب كده تشوفك سعيدة ومبسوطة. عارفة انت تردي عليها تقولي لها ايه؟ الحمد لله انا سعيدة بولادي، سعيدة ببيتي، سعيدة بحياتي، سعيدة بزوجي، سعيدة بكل حاجة ربنا رزقني بيها مش عند الناس. فده اقل رد على الناس دي. من شر الوسواس الخناس الذي كده حبي حياتك وحبي نفسك. في ناس دي يا جماعة بتكره نفسها، في ناس ما بتحبش الخير لحد، والله فعلا في ناس مريضة كده من جواها. مش دايما احنا مثلا بنلاقي، انا بشوفها كتير في قنوات كتير، يعني الديزلايك اللي بيتحط ده اقل حاجة، ده مرض. يعني مثلا فيديو بيكون كويس وكل حاجة ومفيهوش اي حاجة خالص وبتلاقي عليه ديزلايك، عادي جدا. ناس مريضة، ناس ما بتحبش حد ينجح، بس عادي مفيش مشكلة. يعني هنا بقى بقول لكم ان انا الركن طبعا بنضفها تنظيف اللي هو سريع ده، اكيد مش كل بقعة هشيل الكفر واغسله في الغسالة، انت كده هتهلكي اصلا القماش. عايزة اقولك ان انا اي حاجة بتقع على اي فرش عندي بالفرشة بتاعت ايكيا دي ب12 جنيه، بحط مية على برسيل جل وبنضف كده البقعة وخلاص بتبقى زي الفل. وتالت بقى حاجة معايا، يعني واحدة كده انا بصوا عشرت ناس كتير قوي يعني في مجال شغلي او حياتي او كده، فعايزة اقول لكم ان انتوا خدوا بالكم جدا من الناس دي سريعة التقلب، اللي هي دايما كده متقلبة. النهاردة حلوة معايا بكرة ايه ده انتي في ايه يا بنتي انتي عاملة كده ليه اصلا، اللي هي كل شوية برأي، ماشية بقى برأي جوزها ما عندهاش رأي اصلا، ماشية برأي اختها. في ناس كتير يعني مش بتمشي بدماغها او ما عندهاش اصلا ان هي تمشي بتفكيرها وعقلها، تمشي بقى بدماغ واحدة، بدماغ جوزها، بدماغ حد، اللي هو انت ما عندكيش اصلا رأي ولا قرار ولا اي حاجة، انت مش اكتر من آلة كده بتتحركي وخلاص على كده، اللي هو الصبح برأي والظهر برأي والعصر برأي. فدي برضو بعيدي عنها خالص، يعني لو شفتيهم في اي مكان اجري فري على طول منهم. حاجة بقى ابعدي عنها الاستغلالي، اي حد يستغلك ابعدي عنها تماما. اللي مثلا بتخرجي معاها وتسيبك بقى ايه انت تدفعي مواصلات، تدفعي اكل، تدفعي شرب، وانت جاية هاتي كذا، وانت رايحة خدي كذا هاتي لي كذا. عارفين انتوا الاستغلالي في اي حاجة ده ابعدي عنها خالص خالص. يعني عايزة اقولك ان في اوقات الواحد بيحس ان هو لا 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 دي صاحبتي واختي استحالة تستغلني. لا، في ناس استغلالية، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، دنيا واخرة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. دايما بقى ايه ده سارة انت جبتي كذا هتيلي معاكي، انت عملتي كذا هتيلي معاكي. طيب ماشي انا جبت، انت ليه ما حسبتيش على الموضوع ده؟ يعني وانت اللي طلبتي مش انا اللي جبتلك، لما انا اجيبلك حاجة غير ما انت تطلبي. فالناس دي الاستغلالي ده اللي دايما بيطمع في حاجة مش من حقه، يعني شايفة كده حق مكتسب. زي مثلا في اخوات بيبقى حق مكتسب عندهم، اخويا لازم يجيب لي. ايه يا ماما ايه اخوكي، يعني ما اخوكي ده عنده بيته وعنده ولاده وعنده مش عارفة ازاي اخويا، يعني لا اخويا عايش مرتاح وانا مش عايشة مرتاحة. ليه يعني ليه كده؟ ليه الناس كده فعلا جواها وحش، جواها كده حقد، جواها طمع، جواها استغلال؟ ليه الدنيا ما تبقاش كده صافية والناس كده راضية بالعيشة؟ سبحان الله. يعني فالناس دي برضو بعيدوا عنها خالص خالص خالص، ايا كان بقى الاستغلالية دي مين،
حماتك، اختك، يعني لو اختك استغلاليه لا اتعاملي معاها برضو في حياد، مفيش حاجه اسمها كده. انا زي ما انا عندي بيت انت عندك بيت، زي ما انا جوزي بيقبض اكيد انت جوزك برضو بيقبض ومعاكوا يعني فلوس والدنيا مرتاحه، مفيش حاجه اسمها كده ابدا. ما تخليش اي حد يستغلك خالص، اكيد مفيش بين الاخوات استغلال، بس لو انت حسيتي ان انت دايما بتدي وما بتاخديش حاجه لا حاولي توقفي الموضوع ده. ايه تاني بقى عايزه اتكلم معاكوا فيه؟ طبعا الحسود ده اعوذ بالله منهم كلهم، يعني الحسود اعوذ بالله اعوذ بالله، اللي دايما دي عندها وانا ما عنديش، ده دي جابت ولاد وانا ما عنديش، ده دي جابت بنات وانا ما عنديش بنات، ده دي جابت مش هقول ربنا رزقها، لا اصل الحسود ما بيفكرش بالكلمة اللي بيطلعها من فمه. ده دي جابت اوضه نوم جديده وانا ما جبتش اوضه نوم جديده، ده دي جابت سفره ايه واو وانا لا. عارفين يا جماعه بجد الناس دي ايه؟ الناس دي اعوذ بالله ربنا يبعدنا عن الحاسدين والايه والشامتين، الاثنين دول اعوذ بالله. سيبكم على المقطع. ينفع كده؟ ينفع اللي انت بتعمليه ده؟ انا اجيب الولاعه حالا، انا اروح اجيبها حالا. ايه انا يا طب انا هروح اجيب الولاعة. انا جميلة؟ لا انا هروح اجيب الولاعة عشان انتي عمالة تتنططي وبهدلتي اهو الركنة والكوشنز وكل حاجة. طب يلا ظبطيها تاني. ماشي يلا بسرعة، شاطرة شاطرة كده، انتي جميلة انتي جميلة. وماما ايه؟ ماما ايه؟ جميلة. هاتي بوسه بقى. باي. انا كان في خناقه بيني وبين فريحه يا جماعه، وانا بقى خلاص الحمد لله خلصت كده وبعطر كده يعني المكان وبعطر الزرع. قلت لي كتير يا ساره بتعطري بايه؟ بعطر بمعطر فريده، هو ده كان شكله الاخضر. وهنا بقى دخلت كده الانتري برضو، طبعا المفارش برضو عشان اي حاجه اتدلقت عليه اي حاجه بقعه يعني يشيل شويه، يا دوبك احنا هنشيل بس الكفرات دي هنغسلها ونحطها تاني. سالتوني برضو يا ساره جايبه الكفرات منين؟ جايبها من الوكاله بتاعه الركنه، جايبها ب 100 جنيه، الاثنين اللي هو البيضات دي ب 100 جنيه، والطقم بتاع الانتري ب 130 جنيه. هو بصراحه حلو جدا وبيستحمل معاكي كتير، ويا دوبك انت بتغسليه وتكويه وتشيليه تاني وهكذا بقى. بس وفي منه اشكال طبعا، انا اخترت الشكل ده عشان ينطق معايا اللون، وبتفرشيه زي الملاية كده، بيكون سهل جدا في الغسيل والفرش وكده. بس انا عايزة اقول لكم بقى ان انتي لو انتي لسه ما عملتيش اي حاجة لا قومي خلصي كده اللي وراكي واعملي كل حاجة انتي محتاجاها، وربنا يا رب يقوينا ويبعد عننا الناس الوحشة والناس المؤذية الاستغلالي بقى والحسود والحقود واللي بيتقلب واللي دايما كثير الشكوى. والناس دي بجد يعني مش عارفة الناس دي في الدنيا عشان تأذي ناس وخلاص. هنا بقى حطيت الكوشنز كده، عايزة اقول لكم انا فرحانة بيها جدا جدا ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ده بقى الشكل بتاعها، وخلاص بقى هنفرش برضو الكراسي. عايزة اقول لكم الابيض طبعا هو بيكون البيضات كلها ابيض، بس بتحفظ بصراحة، والشكل النهائي برضو بتاعها بيكون حلو جدا. انا عايزة اقول لكم دايما كده شغلوا سورة البقرة في البيت، ودايما كده استغفري ربنا كتير، ودايما قومي خلاص اللي وراكي، الكسل هيجيب كسل، هتكومي على نفسك حاجات كتير قوي. فده احنا لما بنتعب يوم ولو مش قادرة تغسلي حتى المواعين في اليوم ده بتحسي ان الدنيا عندك كركبت والدنيا كده فوق بعضها. بصوا يا جماعة عايزين ندعي طبعا لمملكة توتي، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب، عندها كورونا، وربنا يا رب يبعد اي مرض عن اي حد، ويحفظ ولادنا ويحفظ كل حبايبنا يا رب، اللهم امين. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، اللهم امين. هنا بقى خلاص كنت اخر كنبة كنت بعملها، عايزة اقول لكم الحجم بتاعها كويس جدا، يعني مش قصير، مش مغطيها كلها، لا ما شاء الله كويس جدا. وبعدين انتي لما بتكوي، لما بتكوي الحاجة بتفرد معاكي كمان، فان شاء الله بإذن الله برضو هبقى اكوي معاكم كده ايه
الحاجه اللي انا بكويها عموما. بصي بقى ده من الناحيه الثانيه، بصوا ما شاء الله انا هدخل اصلا قد ايه بقى جوه كده، اهي زي ربع متر تقريبا يعني. بصوا ما شاء الله، ربنا يا رب يرزق كل الناس باللي نفسهم فيه يا رب. بس كده تمام. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.